بينما يتجمعوا الأصدقاء، مساء النور عليكم، نتمنى تكونوا على خير يا رب. ألوغ أنا حليت قبل شوية بينما يتجمعوا باش نشوفوا الناس اللي معنا. وعليكم السلام، سلام بيلين إفسن، ما عرفتي باش نقرا. حنان هناء بخدة، سلام بنتي، نتمنى تكونوا شوية. نقصت عليكم بعد أمون شوية ديال المواد الأدبية، حيت راه خصكم تكونوا راه مبقاو بسلامة، راه ولينا دابا حنا في العهد العكسي ان شاء الله. وعليكم السلام هناء حنان بريتو. وعليكم السلام كلثوم، رجاء منصوري، وعليكم السلام. الصورة واضحة، الصوت مسموع مزيان، كاين امل كبيره بنتي بالين. ما كاينش نهائيا، ما تمتمش جايه بالطاقه ديك السلبيه، ما نبغيهاش. كاين امل كبير وان شاء الله راه غادي تخدمي، كوني هانيه يا بنتي. بونسوار هين، سافا، متفائله بالله. وعليكم السلام بنتي، بخير الحمد لله، بارك الله فيك. شكرا كلثوم، بارك الله فيك. مزيان عرفتي فريمون، راه زعما الويفي ديال الدار ما نعولوش عليه، عرفتي راه اوغوزمون درتو كل زمان نخدم به، قال لك امبوسيبل. الحمد لله عندنا هاد ديال لابونمون ديال التعليم ديال 4 جي، كتنفعنا مزيان الحمد لله. مزيان، مرحبا بنتي هبه، سلام بنتي. متفائلة بالله، شكرا بنتي، بارك الله فيك، ربي يخليك. شكرا كلثوم، أمينة بنتي، بارك الله فيك وحفظ لكم جميع كلكم وليداتكم ووالديكم. سلام سميرة حسناء، سلام بنتي فاطمة، وعليكم السلام بنتي بسمة أمل، وعليكم السلام. صافي نبداو، سلام بنتي فتاة بالنقاب، شكرا. بونسوار عزيزة، مرحبا بنتي هناء بخدة. احنا فتات بالنقاب، حنا دابا راه كنديروا تمارين مراجعه، عباره عن تمارين. دابا راه البارح خدمنا النص، دابا غنخدموا النص ان شاء الله اللي بقى. يلا على بركه الله نبدا. الوغ بالنسبه للتمرين ديال لا كومباريزون، الى لاحظتوا عطيتكم واحد الورقه داكو لا كومباريزون، غادي نشوفوا التمرين الثاني، غادي نشوفوا التمرين الثاني ان شاء الله داكوغ ديال لا كومبا. التمرين الاول حنا عندنا هنايا تمرين واحد اللي عندنا، يلا خدوا معايا نشوفوا الاجوبه واش عندكم صحيح. الحمد لله بنتي فتوكل على الله، الحمد لله بارك الله فيك بنتي. كومبليت بار دي اكسبرسيون دو كومباريزون. الوغ هنايا لحسن الحظ انه عطينا بين قوسين الدرجه اللي خصنا نستعملو او لو دوغري اللي خصنا نستعملو. بعض المرات هما كيعطوكم بين قوسين، كيعطوكم ليكسبرسيون. حنايا انا في هاد التمرين ما عطيتكمش ليكسبرسيون، يعني كنت تكونوا حافظينهم. لا بروميير فراز نو جوون، عندنا الفراغ، نو ريفيزيون نو لوسون، وخصنا نستعملو اكسبرسيون ديال لا سوبيريوريتي. وحنا وحده اللي عندنا من غير دوك اللي كنا شفنا ميور كو ميو كو، هادوك ما تستعملوش غير هكاك الا وعندهم قواعد خاصه بهم. اذا هنايا عندنا وحده اللي هي بلوس كو، وغادي نكتبو كلنا، غتكون عندنا في الجواب، غادي نكتبو في الجواب ديالنا بلوس كو. La phrase B. La phrase B. Nicolas, maintenant, Nicolas jouait
فراغ لي بروفيسيونيل عندنا انفيريوريتي يعني الاقليه سوبيريوريتي هي الاكثريه الافضليه انفيريوريتي هي الاقليه عندنا وحده اللي مجموعه اللي هي موان كو وغادي ندير موان كو لي بروفيسيونيل يعني كيلعب اقل من الناس المتمرنين او المتمرسين نشوفوا لا فراز سي سامي رول ا توت فيتيس وعندنا ان شوفور كي كوني بيان لا روت وعندنا الدرجه هي ايغاليتي هنايا ايغاليتي عندنا بزاف ديال ليكسبرسيون نقدر نقول سامي رول ا توت فيتيس كوم ان شوفور يا اما نقول كوم ان شوفور يا اما نقول انسي كان شوفور يا اما نقول دو ميم كان شوفور يا اما نقول تيل كو ولا تيل كان شوفور اطلع ما نقول كاع لي زيكسبرسيون اللي عندهم علاقه بالمساواه ليغاليتي ممكن تستعملهم في هذه الجمله الاخيره داكور نشوف واش كاين شي سؤال بليس كو وي كلتم مرحبا بنتي ماشي مشكل كلشي غادي ديري موان كو كلتم موان كو ما كتكتبش بالتي في الاخر كتكتب اس وعليكم السلام اميره الاحلام دابا غادي نمشيو نشوفو التمرين ديال او الدرس ديال لا كونسيسيون لوبوزيسيون الوغ جيسبر انكم تكونوا صحيتو معايا دابا غادي نمشي لوبوزيسيون لا كونسيسيون يعني الدرس الخامس كاينه شنو كتب تمايا لا كونسيسيون او تنقولاتها لوبوزيسيون كيف ما قلت لكم اخر حصه لوبوزيسيون لا كونسيسيون هي ضد هي جوج الافكار متناقضين جوج الافكار فيهم تناقض وكيف ما قلت لكم هذا هو الدرس الوحيد اللي ماشي بحال لا كونسيسيون باردون ماشي بحال لا كونسيكونس ولا كوز ولا بوت كنحددوا الجمله اللي فيها لا كوز ولا اللي فيها لا كونسيكونس لا هذا الدرس هذا الجمله كيكون فيه جوج الجمل الجمله الاولى كتكون هي نقيض الجمله الثانيه والجمله الثانيه هي نقيض الجمله الاولى يعني ما يمكنش يستغناو على بعضياتهم ما يمكنش نقولوا بان راه هذه فيها لوبوزيسيون وهذه ما فيهاش لا هذه كتكون ضد هذه وهذه كتكون يعني بجوجهم فيهم لوبوزيسيون حيت لي زيكسبرسيون اللي كنستعملوا في هذا الدرس او العبارات اللي كنستعملوا في هذا الدرس كيتستعملوا يا اما مع لا بروميير فراز يا اما مع لا دوزيام فراز ولكن على حسب المعنى المعنى هو اللي كيحدد لك امتى غديري هذه امتى غديري هذه الا كنتو عقلتوا كنت عطيتهم لكم بالدارجه باش تعرفوهم وباش تعرفوا كيفاش تستعملوهم نشوفوا ليكزارسيس الاول اللي فيه املاء الفراغ هذا سهل هذا ما فيهش المشكل داكور ليكزارسيس الاول اللي فيه الفراغ هذا كيفاش غنتعامل معاه هذا على حسب شنو عطاوني من بعد الفراغ قال لك السؤال كومبليت بار ليكسبرسيون دو لا كونسيسيون كي كومبيان حنا في هاد الدرس شنو شفنا شفنا دي زيكسبرسيون ديال لوبوزيسيون لا كونسيسيون اللي تتبعهم لو سوبجونكتيف وشفنا دي زيكسبرسيون اللي كيتبعهم لانديكاتيف يعني لو فيرب ما كيتصرفش الوغ في لا بروميير فراز شوفوا مزيان شنو كاين بعد الفراغ كاينه جو واش تبع جو تبعها سوا سوا سي لو فيرب اتر فاش مصرف مصرف لو سوبجونكتيف اذا عندنا واحد جوج ديال لي زيكسبرسيون اللي كنا شفنا كيداروا اول حاجه في راس الجمله وكيتبعهم لو سوبجونكتيف من غيرهم ما يمكنش نحط شي حاجه اخرى هنايا نهائيا الوغ هذوك لي جوج لي زيكسبرسيون اللي كيتبعهم لو سوبجونكتيف وتتحطوا في راس الجمله هما هادو يعني غنستعمل هنايا يا اما غادي ندير بيان كو ولا كوا ندير ماجيسكول ولا كوا كو يا اما ندير بيان كو ولا كوا كو حيت هادو هما لي زيكسبرسيون اللي غيجيو مع هاد الجمله ما يمكنش ندير هنا ميم سي علاش ما غاديش ندير ميم سي حيت ميم سي ما كيتباعهاش لو سوبجونكتيف ميم سي كيبقى لو فيرب تبعها مصرف ان طون ديال الانديكاتيف كيف ما محطوط في الجمله ما كيتبدلش لو طون ديالو بيان كو كوا كو لو فيرب اللي كيتبعو سوبجونكتيف اذا هما اللي غنحط الا حطيتو هادي صحيح الا حطيتو هادي صحيح حطيتو من غير هادو خطا نمشيو نشوفو دابا لوطخ فراز بي شنو عندنا في لا فراز بي عندنا La phrase B, non? Je comprends bien l'arabe. Maintenant, j'ai l'habitude de parler en français. D'accord? Maintenant, on a le phrase pour cette phrase. Et donc, on ne peut pas dire que c'est le phrase. Bien que quoi que l'on dit,
ما يمكنش نديرهم حيت كيكونوا في راس الجمله اول حاجه، يعني هو بدادو تهنيت منهم. ولكن شوفوا لو فيرب، لو فيرب اللي تابع جو اللي هو لو فيرب افوار مصرف لو بريزون دو لانديكاتيف. اذا هنا عندي لانديكاتيف وسط الجمله، الوغ كاينين دي زيكسبرسيون اللي انا شفتهم كيداروا في وسط الجمله، هما اللي كثار كنت قلت لكم في الامتحان نهار تحط لكم بحال هاد الجمل، من الاحسن استعملوا دوك اللي ساهلين هما كالتالي. وهنا غادي نديرو يا اما اوغ يا اما مي، وهاد مي تابو راه كاين اللي كينسى هاد اس ما خصكمش تنساوها. يا اما غادي ندير بورتون لان المعنى نتاعو هو ولكن، يا اما غادي ندير سوبوندون او ندير توت فوا، وهذه ما تنساوش لي هذيك او في الاخر زعما زعما في الوسط توت فوا، يا كتقرا يا كتكتب توت فوا ولكن كتقرا توت فوا، زعما كتكتب توت فوا وكتقرا توت فوا. وكاينه انا يوما داكوغ الاغلبيه ديال التلامذه عندنا في الامتحان اللي كيحطوا لينا تيحطوا لنا بزاف هاد اوغ ولا مي، احسن حاجه تقدر ديرها هي اوغ ولا مي، هادو ساهلين في الخط ديالهم داكوغ. بالنسبه لا فراز سي، لا فراز سي نشوفوها حتى هي، شوفوا الفراغ ديالها. الوغ لا فراز سي عندكم الفراغ في وسط الجمله، اذا ملي تيكون الفراغ في وسط الجمله نفس الطريقه اللي خدمنا هذه غنخدموا هذه، اذا غنستعملوا لي زيكسبرسيون اللي تيكونوا في الوسط صافي. وغنعاود نكتب عاوتاني هادو، هما غنعاود نكتب هنايا اوغ مي اتسيتيرا، كاع هادو كاملهم نقدر نديرهم حتى في لا فراز سي، ولكن بيان سور ماشي كلهم غنديرهم، غنديرو غير وحده صافي. نشوف واش كاين شي مشكل داكوغ. ميم سي عزيزة لا، هنايا ميم سي من الأحسن أغلبية الأوقات كدار في رأس الجملة، حيت إلا درناها هنايا هي المعنى نتاعها رغم، ياك رغم أن أو مع أن. إلا جينا نديروها مع لا بخوميييغ فخاز أو بعدا في لا فخاز أ ما يمكنش نديروها، حيت الجملة لا فخاز أ الجملة لو فيرب ديالها هو سوا سميتو سوبجونكتيف، أو ميم سي ما كنستعملوش معاها سوبجونكتيف داكوغ. لا فراز بي ما يمكنش ندير ميم سي، لانه ميم سي من الاحسن كتجي مع لا بروميير فراز. اشنو معنى الجمله؟ جو كومبرون بيان لاغاب، انا كنفهم مزيان العربيه. الجمله الثانيه جي لابيتود دو بارلي اون فرونسي، هذا كنهضر على هادي الثانيه جو كومبرون بيان، انا كنفهم العربيه جي لابيتود دو بارلي اون فرونسي. شنو خصني ندير؟ الا قلت انا مثلا جو كومبرون بيان لاغاب ميم سي جي لابيتود دو بارلي اون فرونسي كتجي خاطئه. شنو معنى نتا بحال كتقولي ليا انا كنفهم العربيه مع انني كنهضر بزاف بالفرونسي؟ لا العكس اللي خاصو يكون، خاصها تجي هنايا خاصها نقولو ميم سي جو كومبرون بيان لاغاب، يعني رغم انني كنفهم مزيان العربيه انا كنهضر بالفرنسيه داكوغ. يعني ميم سي ما غاديش تجي هنايا، غاتجي مع راس الجمله من الاحسن، وغاتجي نتا مع هادي. يعني من الاحسن الا شتي الوسط من الاحسن ديرو هادوك مي اللي شفتو قبيله في التمرين داكوغ. استاذه ولا لقيتي اول جمله كتبعاش سوبجونكتيف شنو نحطو؟ فوالا الا ما كانش كيتبعها سوبجونكتيف حطي ميم سي صافي. ملي ما تيكونش سوبجونكتيف كتكون تيكون لو فيرب مصرف اي طون من غير سوبجونكتيف حطي ميم سي داكو. واش توت فوا ملاصقه؟ لا بس اسمحي لي يا بنتي، وي وي ملاصقه توت فوا راه ملاصقه صافي، توت فوا راه ملاصقه، راه غير انا مع هادي توت فوا راه ملاصقه صافي داكو. نمشيو دابا للتمرين الثاني، نمشيو دابا للتمرين الثاني. الوغ التمرين الثاني اللي هو فيه غولي، هذا التمرين الثاني تاع غولي لي فراز سويفونت داكو. نمشيو مع لا بروميير فراز، tu finis avant l'heure tu dois attendre tes camarades، يعني ساليتي قبل الوقت يعني خاصك تسنى الاصدقاء ديالك. انا اللي ننصحكم في هذا التمرين هذا كاملو ما تحملوا هم حتى شي حاجه، الى الاستاذ او الامتحان ما فرضوش عليكم اكسبرسيون انا نعطيكم لي زيكسبرسيون اللي غديروا ساهلين كيف ما قلت لكم في الفيديو في وسط هذه النقطه هذه غتحيدوها وغديروا بلاصه هذوك اللي تكونوا في الوسط. علاش؟ حيت هذوك اللي في الوسط ماشي كيعطوك كيخليوك انك تمشي مزيان، يعني ما كتلقاش مشكل في الجمله وما كتقولش لا واش غندير في اون تيت ولا او ديبي، وفي نفس الوقت ما كيخليوكش انك لو فيرب تيخليوك تخليه في لو طون ديالو ما كتصرفو ما حتى شي حاجه. نبداو لا بروميير فراز، عندنا ا
tu finis avant l'heure, d'accord? Ou هذيك النقطه اللي كانت بينات بين la première phrase la deuxième phrase غندير فيها مثلا مي يا اما مي يا اما اور. هذوك الشتو قبيله اللي حطيت لكم هنا مجموعين واي وحده درتيها هنا ما تجي في الجمله اللي درتيها وتكمل بالجمله الثانيه tu on اشنو التغيير اللي غندير فقط هو ديك tu اللي كانت ماجيسكول تي غتولى مينيسكول و tu dois or tu dois attendre tes camarades tu dois attendre tes camarades صافي هادي الا نتوما ما كتقلبوش على المشاكل في امتحان الموحد صافي الا ما كتقلبوش على المشاكل انا ننصحكم بهادي كيف ما كنصحت لمدي في القيس تنقول لهم نتوما عندكم مشكل ديال لا كونجوغاسيون ما كتعرفوش تصرفوا من الاحسن استعملوا هادي مثلا نفس الجمله نتوما اخترتوا تستعملوا ميم سي اول حاجه ميم سي واخا كتكون في الوسط من الاحسن ديروها في اون تيت دو فراز يعني الا درتيها في الوسط خاصك تدي معاها الجمله تو سامبلومون لا فراز هي هادي غادي نبداها بميم سي وحتى هي ما كيتبدلش لو طون ديال لو فار وغادي ندير ميم سي اما ما لاصقاش ميم سي وغنكتب الجمله ديالتي الاولانيه ميم سي tu finis avant l'heure même si tu finis avant l'heure tu dois on dit face là tu dois on كمل attendre tes camarades pardon c'est la fin attendre tes camarades d'accord مثلا انا بغيت ندير bien que la quoi que شتو قبيله حتى هما تيكونوا في راس الجمله وغندير مثلا bien que d'accord مثلا انا بغيت نديرها انا عرفت ليها غتكون مع لا بروميير فراز وغنقول bien que tu ولكن le verbe غنصرفو في لو سوبجونكتيف وغنقول bien que tu finisses tes devoirs pardon avant l'heure d'accord tu dois attendre tes camarades يعني le verbe اللي غيتصرف فقط le verbe اللي كيتبع bien que alors اش بان لكم انا بعدا شخصيا الا كنت في الامتحان ما غندير لا هادي لا هادي الا هما فرضوا عليا مثلا قالوا لك حيد مي ودير بلاصتها بيان كو عاد ديك الساعه نقدر انا نغياجي قالوا لي حيد مي غنحيد مي من وسط الجمله وما غاديش ندير بيان كو بلاصتها لا غنخلي الجمله نردها كيف ما كانت في الاصل وهاد بيان كو مين ملي غنحيد مي ملي غنحيدها قالوا لي دير بلاصتها بيان كو بيان كو غنديرها هنا في راس الجمله ولو فيرب غيتصرف فقط اما الى انا ما فرضوش عليا قالوا لي اكسبريم لا كونسيسيون في هذه الجمله باي اكسبريسيون كيف ما كانت من اختيارك سيروا لهادو اللي ساهلين راه بارفوا راه ساهلين بارفوا اش كيديروا لكم كيعطيكم مثلا اور وتيقول لك حيدها ودير بلاصتها وحده اخرى كتكسبريمي نفس لا ميم شوز حيد اور ودير بلاصتها مي او دير بلاصتها بورتون او سوبوندون كما قلت لكم ما فرضوهمش عليكم ما تستعملوهمش عطاكم اختيار استعملوا هادو اللي تيكونوا بين جوج الجمل وما كتلقاو حتى شي مشكل ان شاء الله نشوفوا دابا لا دوزيام فراز اللي هي بي الوغ بي عندنا فيها سو بوكسور اي فور يعني هذا البوكسور قوي اي لي باتو با سون ادفيرسار ولكن تم هزيمته من طرف العدو ديالو عندي الجمله كيف ما قلت لكم قبيله نقلبوا على السهله غنكتب لا بروميير فراز كيف ما مكتوبه وغادي ندير سو بوكسور اي فور وندير لي زيكسبرسيون شفتو قبيله دوك اللي تيكونوا في وسط الجمله مثلا بورتون هادو راه ما تيخليكش تفكري نهائيا في المشكل بورتون اي لي باتو كيما قلت لكم فقط كنحيد لا ماجيسكول ما كتبقاش اي اي كتحيدها غير هكا اما لو فيرب ما كيتقاس ما حتى شي حاجه اي لي باتو بار سون ادفيرسير اما نتوما الا كتقلبوا على المشاكل ديروا بيان كو كوا كو مثلا بغيتي دير بيان كو كوا كو غديرها هنايا في راس الجمله غتقول بيان كو سو بوكسور وهذا غيتحول غادي ولا سوا فور اي لي باتو بار سون ادفيرسير درتي ميم سي ماشي مشكل دير ميم سي ولكن ميم سي غتكون في راس الجمله ما غتكونش في الوسط وغدير ميم سي سو بوكسور اي فور فيرغول اي لي باتو بار سون ادفيرسير اللهم ندير هادو لي ساهلين Ce boxeur est fort, mais
pourtant ou la or ou la cependant les deux tas صحيح نمشي لا فراز سي عندي هادي راه خطات فيها غادي نصحها دابا وانتم تاتوما صحوها معايا نورمالمون راه ها الجمله الاصليه mon grand père est vieux هذا هو الاصل حيت حتى مع التلاميذ صحيتها mon grand père est vieux هذا هو الاصل ديال الجمله عاد الجمله الثانيه هي il court vite يعني الجد ديالي رجل عجوز يعني كبير في العمر il court vite يعني كيجري بالزربه نورمالمون راه العكس هنا كاين تناقض بين الافكار انا عاد دابا غنصاوب عافاكم صحوها راني كنت قلت لكم في الجروب تصحوها دابا كيفاش غنتعامل مع هذه الجمله هذه خفت من الامتحان ما عنديش لاش نخاف هذه النقطه هذه غنحيدها وغندير بلاصتها مي اور سيبوندون بورتون وهاي صوت الجمله وهاي هي نقطه عندي صافي مون غران بير اي فيو مي ايل كور فيت مون غران بير اي فيو اور ايل كور فيت صافي ما تقلبوش على المشاكل بغيتي ديروا ميم سي فين غتكون ميم سي غتكون هنا وغادي دير Même si mon grand-père est fort, pardon, est vieux, on a de l'aide, bien sûr. Même si mon grand-père est vieux, il court vite. D'accord? Dirti maintenant bien que. Ça y est, ratkoun fa sa jumla. Voilà, qui va ratkoun? Radi dire bien que. Ou le verbe rassarfou, le subjonctif. Elle se fait halat, il a qu'à t'arfou de sarfou, le subjonctif. Ou en goul. Bien que mon grand-père. وغادي ندير لو فيرب ها هو غيتصرف وغادي مون غران بير سوا فيو فيرغول il court vite alors شنو عليكم فهاد الدرس بان لكم الحاجه السهله نمشيو معاها من الاحسن كما قلت لكم الا ما فرضوش عليكم ما ديروش شي حاجه تحلو معاها فوالا ما كاين حتى شي مشكل جيسبر انكم تكونوا فهمتوا هاد لا بارتي اللي قلت لكم حيت واخا كيبان لكم راه صعيب وراه ما صعيبش راه ساهل فهمتوني كيف ما قلت لكم نمشي على الحاجه السهله الزوينه احسن ليا من نقلب على المشاكل ديالي داكوغ دابا غنمشيو للدرس ديال لا كونديسيون ها هو الدرس اللي خلعكم كاملين ماشي غير نتوما ما تخافوش ما يبقاش فيكم الحاره حتى التلامذه عندي في القسم راه نفس الشيء هاد الدرس ديال لا كونديسيون ديال لا كونجوغيزون هذا انا فاش غادي توحلو القواعد فقط القواعد تكونوا حافظينهم ان شاء الله ما يكون غير هو شنو هو الدرس بالعربيه قلتهم هذاك الدرس ديال لا كونسيسيون لوبوزيسيون هو الضد او الافكار المتناقضه داكو فوالا نمشيو دابا للتمرين ديال لا كونديسيون هذا نعاود نوصيكم على لا كونجوغيزون راه والله ما نكذب عليكم الا درت الكلام ديال الامتحان صراحه الاغلبيه تهزو في سميتو في الكونجوغيزون هو كل شيء في هذا الدرس هذا لما كانش عندكم الكونجوغيزون ما يمكنش تعرفوا تصاوبوا الوغ لا كونديسيون شوفوا لا بروميير فراس عندنا ا بي سي دي او اف سي دي او F. Alors, la première phrase. Léna. Si je être riche, j'aurais acheté une voiture. Alors, Léna, Galika s'est dit, on sorfe le verbe être, le mode et le temps qui convient. Qui va je sorfe? Bah, je sorfe. Si on a le kawaïd, dielsi, et qu'on a de mnaum. اذا باش نصرفوا اول حاجه نشوف قبل منه كاينه سي وسي عندها القواعد ديالها باش نصرف انا الفيرب ات خصني نشوف بعدا الفيرب اللي مصرف في الجمله الثانيه ونقلب عليه ماشي اوغي بوحدها ملي كتشوف واحد لوكسيديير كاين هنايا ضروري قلب واش كاين من مورا شي بارتيسيب الا ما كانش اذا انا مصرف بوحدو اما الا كان راه هضره اخرى هادي الوغ اوغي اشوتي اش من طون هذا اوغي اشوتي هو لو فيرب اشوتي فاش مصرف لو كونديسيونيل passé وكيف ما كنت شرحت لكم في الفيديو كيفاش كنحصلوا على لو كونديسيونيل باسي شنو هو لو كونديسيونيل باسي هو لو فيرب اتر ولا افوار مصرف لو كونديسيونيل بريزون بلس لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب وكيعطينا
le conditionnel passé. إذن شنو هي القاعدة اللي فيها سي زائد شي حاجة كتعطينا le conditionnel passé هي سي بلس لا لو بلو كو بارفي. غنصرفو إذا غنصرفو لو فيرب اتر في لو بلو كو بارفي عاد غيعطينا هاد لو طون هذا. يعني هنايا ما نطلبش منكم تفهموا، نطلب منكم تحفظوا القاعدة كيف ما مكتوبة، حيت عندنا حنا واحد القاعدة شفناها فيها سي بلس بلو كو بارفي كيعطينا لو كونديسيونال باسي، خصنا نكونوا حافظين القواعد زائد لا كونجيغيزون ديالنا. إذا غنمشي نشوف لو فيرب اتر وغادي نشوف واش لو فيرب اتر كيتصرف افوار ولا 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 ب اتر، واش تنقولوا جي ايتي ولا جو سوي ايتي، حيت لو بارتيسيباسيون تاع اتر هو ماذا؟ لو بارتيسيباسيون تاع اتر هو ايتي. احنا لقينا واحد النص ديال الجواب، حيت شنو هو دابا غنصرفوا لو فيرب اتر في لو بلو كو بارفي. شنو هو لو بلو كو بارفي؟ لو بلو كو بارفي هو افوار ولا اتر مصرف في لامبارفي، هذا هو لو بلو كو بارفي زائد لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب. وهاد القاعده دابا حنا غنطبقوها. اول حاجه لو بارتيسيب باسي ديال لو فيرب هو لقيناه هو ايتي، لحقاش اش طالبين منا؟ طالبين منا نصرفوا لو فيرب اتر، قلبنا على بارتيسيب باسي. اذا خصنا لوكسيديير باش كيتصرف، وفاش غنصرفوا لوكسيديير؟ غنصرفوه في لامبارفي. واش تنقولوا في الباسي كومبوز واش تنقول جي ايتي ولا جو سوي ايتي؟ تنقولوا جي ايتي. اذا لو فيرب اتر كيتصرف بلوكسيديير افوار، وغنقلب افوار وغنصرفو في لامبارفي. انا عندي هنايا جي ابوستروف، غنصرف افوار في لامبارفي. هاي افوار هي هادي، غنحيد واغ غنحيدها وغنخلي اف وغنضيف ليها التيرميزو ديال لامبارفي اللي هي ا اي اس وغتعطيني افي، وغنكمل وغادي نقول سي جافي ايتي. داكوغ، هذا الجواب ديال الجمله الاولى. نشوفوا دابا الجمله الثانيه. الجمله الثانيه شنو عندنا فيها؟ اي المتفائله بالله، هذا ديال ادوات الشرط. داكا نشوفوا دابا الجمله الثانيه شنو عندنا فيها. عندنا سي لو فيرب جو تروفي ما مصرفش، وعندنا الاكسبرسيون اللي مستعملنا سي، يعني دائما غنحدد القواعد اللي عندي. غنمشي نشوف لو فيرب اللي مصرف في الجمله الثانيه اللي هو يا ابيلغي. اشنو لو طون اللي كاين هنا؟ جو تابيلغي. لو طون اللي كاين هنا ار اي هو لو فيتور. الو عندنا واحد القاعده اللي فيها لو فيتور، اذا سي بلس بريزون كتعطيني لو فيتور، وغنصرف لو فيرب تروفي في لو بريزون، وغادي نقول سي جو داكور تروف. سي جو تروف افاك على فان او صافي. نمشيو دابا للجمله سي، الجمله سي وغادي نشوف شنو عندي فيها. الجمله سي عندي سي دائما كاينه هنا سي cet enfant nous le verbe écouter، وعندي ما مصرفش وعندي لو فيرب هذا مصرف. غنقلب على اوغي، يعني لقيت اوغي كلشي غادي يقول لي اه صافي صدر هو لو فيرب. لا زيدوا شويه غتلقاو لو فيرب، ها هو ها لو فيرب اللي مصرف. سو لو فيرب غليسي مصرف في لو كونديسيونيل باسي بحال اوغي اشوتي. اذا ملي عندي هنا كونديسيونيل باسي، اذا غادي يخصني هنايا لو بلو كو بارفي، وغنشوف لو فيرب ايكوتي باش من اوكسيليير كيتصرف، واش افوار ولا اتر. واش تنقولوا جي ايكوتي ولا جو سوي ايكوتي؟ حنا تنقولوا جي ايكوتي. اذا اش غادي ندير؟ غنقبط مادام ان عرفت بان ايكوتي كتصرف بلوكسيليير افوار، غادي نقبط لو فيرب افوار غنصرفو في لامبارفي كيف ما درنا في ديك ا اللي شفنا. غنصرف افوار في لامبارفي ونضيف عليه لو بارتيسيپ باسي ديال لو فيرب ايكوتي. اول حاجه نحيدو علينا لو بارتيسيپ باسي اللي هو يا ايكوتي. ايكوتي هذا هو البارتيسيپ باسي. بقى ليا سميتو لوكسيدير افوار اللي خاصني نصرف هذا مع لوكسيدير افوار. واحد الخطا كيديروا التلامذ بارفوا هنايا، الا لاحظتوا في هذه الجمله هذه عندنا هذه نو، هاد نو اللي كتشوفوا هنايا راه ماشي هي تابعه لايكوتي، هذا راه كومبليمون دوبجي سبقناه. اشنو هو اصل الجمله؟ اصل الجمله هو سيت انفون ايكوتي نو، يعني الحركه اللي غتقام على لوكسيدير افوار باش غنصرفو غتقام على سيت انفون. ها هو لو سوجي ماشي هذا. داكوغ، نعطيكم مثال. كاين مثال تيقول لك جو فو
وكيدير لك بين قوسين لو فيرب دوموندي و تيقول لك مثلا صرفوا لي في لو بريزون. اش كيمشيو كيديروا الاغلبيه ديال التلاميذ كيقول لك غنصرف لو فيرب دوموندي غنصرفوا على حساب فو وغنمشي نكتب دوموندي وغادي ندير في الاخر او زد لا حكا حيت فو لا لو فيرب دوموندي كياخذ الحركه على لو بروميير سوجي وغادي نديرو سي جو فو دوموند. علاش؟ حيت هاد فو هادي راه ماشي برونون بيرسونيل، لان اشنا هو اصل الجمله؟ هو جو دوموند، هذا هو اصل الجمله، جو دوموند ا فو، هذا هو الاصل. مع الجمله الثقيله اضطرينا اننا نديرو هاد ا فو القدام، ا فو غنديروها القدام، ولكن غنحيدو هادي وغتبقى جو فو دوموند. صافي. يعني ماذا؟ يعني لو فيرب لي غيتصرف هنايا اول حاجه بعدا لقينا لو بارتيسيپ باسي، هو لقينا هو ايكوتي داكو لو بارتيسيپ باسي هو ايكوتي. مزيان، بقى لينا لوكسيليير افوار، وكيف ما قلت لكم الحركه غتقام على سيت انفون ماشي على نو، وغادي ندير سيت انفون سي سيت انفون افي ايكوتي داكو نوز افي سيت انفون نوز افي ايكوتي. صافي. نمشيو دابا لا فراز دي. La phrase D, Edna, si je allais en France, je vous enverrai une carte postale. Le verbe liquide, on va enverrer. C'est le verbe envoyer, ça refnaf le futur. Il y a un RAI. Iden, on a le futur, iden le verbe aller, on va le présent. On va dire, goal, si je vais. On va dire, on va dire la conjugaison. Si je vais. Je vais dire, si je vais, aïe, je vais. Si je vais en France. Voilà la phrase E. La phrase E, je te prêterai mon livre à condition que tu me le rendes demain. La hatoufa de jumla ma fiha si, ni ha iyan. Walakin fiha wahed l'expression dil adat chart. Liya, à condition que. À condition que fil qaïda kneshnaha. لو طون اللي كيتباعها، يعني ما غنشوفوش لو طون ديال الفراز الاخرى، لا هادشي كيوقع غير مع سي. خصنا نشوفو لو طون اللي ديال كل جمله، هذا فاش مصرف وهذا فاش مصرف. الوغ كو اكونديسيون كو، لا اكونديسيون كو القاعده كتقول لك الا عندك اكونديسيون كو لو فيرب اللي غيجي من موراها غيتصرف في لو سوبجونكتيف، وغنصرف لو فيرب روندر في لو سوبجونكتيف بريزون حيت ما كاينش هنا اوكسيدير، غنصرفو في لو سوبجونكتيف بريزون. وغادي نقول فين هي هذيك اكونديسيون كو تي مو. Alors, maintenant, tu me le verbe rendre. Ash fil haraka ghadi ddi, ghadi ndir haraka nta hada w ghadi ndirou fil akhar rendre. Ha wa rendre, ghanhid faqat ghanhid er azma zama r e w ghadi ndif terminaison dial subjonctif li hiya e s w ghadi ngoul a condition que tu me le rendes. Safi. Nchoufou daba l'okhra. Pour peu que j'avoir 5 minutes de retard, ma mère s'inquiétera. Le jumla kalali, qu'on a bien ma fihach si. Ma fihach si, ou la kin fiha wahed expression liya pour peu que. Pour peu que, hta ya min adawat shart, expression, nafs dawli ndi, à condition que, nda ta ya. Idan ta hadi, kitba'a le subjonctif. Ou gandi le verbe avoir, gansrafouf le subjonctif. Ou gandi ngoul, pour peu que, j'ai. يعني هنايا هذا راه ما يفكوش ما غاديش تفكوا منه، خاص يكون عندكم سميتو بالون ماشي اس، خاص يكون عندكم لو سوبجونكتيف تكونوا ضابطين لا كونجيغيزون كيف ما لاحظتوا، يعني ما عندوش علاقه بالفهم ولا عنده علاقه بسميتو بلا ضبطوا لا كونجيغيزون. نمشيو دابا للتمرين ديال هذوك جوج دروس اللي جبت لكم. لا كونسيسيون دون لو ريزونمون اي لا ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز. هذا شويه عنده علاقه بلا كومونيكاسيون، خصكم تعرفوا تعبروا. هذا شويه ماشي صعيب، ولكن هو صراحه راه زوين، خصكم تكون شويه ذكيه في التعامل ديالكم معاه. الوغ هذا نمشيو لا فراز 1 ولا فراز 1. لا بنتي حنان هذا الدرس ما صعيبش، راه ما صعيب نهائيا، اللي صعيب فيه فقط هو الكونجيغيزون. الا كنتي كتعرفي ضبطي لا كونجيغيزون كتعرفي ليه، راه ما تلقاي فيه حتى شي اشكال، لان القواعد واخا نحفظهم
راه الا ما عرفتش نطبق او ما عرفتش نصرف راه ما يمكنش نعرف نتعامل مع هذا التمرين هذا. داكور فوالا نمشيو دابا ليكزارسيس الاخر الثاني ديال لا كونسيسيون دون لو ريزونمون. تروف دي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون بور لي زينونسي سويفون. هنا كنا شفنا واحد جوج ديال الوضعيات ديال واحد جوج ديال الدروس هما اللي غنطبقوا هنايا، يعني خصنا نكونوا حافظينهم. نشوفوا لا دوزيام لا بروميير فراز. سيرت اون دو بروتيجي لي زانيمو مي ان فو با انترديغ لا شاس. طبعا خصنا نحميو الحيوانات ولكن ما خصناش نحبسوا الصيد. هنا الجمله بغينا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون. اول حاجه نشوفوا بعدا اش من درس هادو. الجمله باديه بسيرت لا بروميير فراز اللي هي طبعا، والجمله الثانيه باديه بمي. اذا واحد الدرس كنا شفنا فيه هادو، واش هو لا كونسيسيون دون لو ريزونمون ولا ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز. هاد الجمله هادي كتنتمي لهاد الدرس الاولاني حيت فيها قبول فكره الشخص الاخر ثم رفضها من بعد، باش عرفنا بان راه هو داك الدرس حيت لي زيكسبرسيون اللي استعملنا سيرت ومي شفناهم في هاد الدرس هذا. وهنا غنحضر الوضعيه. كيفاش الوضعيه؟ يعني غادي نقول اول حاجه شكون اللي قال هاد الجمله هادي. مثلا نقدر نقول ان شاسور، يعني واحد كيصيد الحيوانات، وغادي نقول ا شاسور. هذه الوضعيه فوالا. ونمشي نشوف ديك الجمله اللي كنت قلت لكم ديك الساعه حفظوها في هذا الدرس هذا. هذا لو شاسور اش كيدير في هذه الجمله؟ في هذه الجمله هذا لو شاسور تيقبل واحد الفكره وكيعاود يرفضها. تيقبلها ملي قال لينا سيرت. شنو هي سيرت؟ هي طبعا، ولكن تيعاود يرفضها ملي تيقول لينا مي، يعني ولكن. الوغ الجمله الشهيره اللي خاصكم تحفظوا في هذا الدرس هي هذه، ان شاسور في اون كونسيسيون، يعني يقبلوا في اون كونسيسيون سويفي متبوعه سويفي هذه اس دون ريفوتاسيون متبوعه بالرفض. ريفوتاسيون هي الرفض. دون ريفوتاسيون ا بروبو حول ماذا؟ ا بروبو دو. وهنايا غادي نجيب الفكره اللي غنحط هنايا غتجي من لا بروميير فراز، يعني غنحاول نصيغ فكره من لا بروميير فراز اللي هي هادي. هاد الجمله هادي انتما في امتحان شتي واخا ما تعرفوش تخرجوا الفكره من هنايا، كتبوا هادي، كتبوها من بعد ا بروبو دو. داكور انا غنعطيكم الفكره اللي كتحط، ولكن نتوما مثلا ما عرفتوش ليها كتبوها كيف ما تحطات راه كتحسب. الوغ ا بروبو دو لا بروتيكسيون حمايه لا بروتيكسيون دي زانيمو حمايه الحيوانات. داكور الوغ هادو هما الوضعيات اللي كيطلبوا منك. الوضعيه لا سيتوياسيون دو كومونيكاسيون شنو معناها؟ هي شكون اللي قال الجمله وشنو كيدير في الجمله وحول ماذا كيهضر، شنو هو الموضوع علاش كيهضر. داكور الوغ حنا ملي شفنا في الجمله بان فيها سيرت وفيها مي عرفنا بانها كتنتمي للدرس ديال لا كونسيسيون دون لو ريزونمون. وانا كنت عطيت لكم هاد الوضعيه قلت لكم حفظوها، ما ربما يطلبوا منك حيت الجمله اللي عندكم تمايا هي جمله منطوقه واحد الشخص اللي قالها. وفي التمرين طلبوا منكم الوضعيه، يعني خص تقول لي شكون اللي قال الجمله وشنو قال فيها وعلاش كيهضر اشنو هو لو سوجي. دابا نشوفوا لا دوزيام فراز. لا دوزيام فراز اشنو عندنا في لا دوزيام فراز؟ عندنا وي فوز افي ريزون سيت اليف اي ديفونو اغريسيف سي جورسي بورتون il faut savoir les raisons de son comportement. نعم عندك الصح، هاد التلميذ هذا ولا عنيف هاد الايام الاخيره. بورتون ولكن il faut savoir خاصنا نعرفوا les raisons de son comportement، نعرفوا اسباب هاد السلوك ديالو. اذا اش بان لكم هنا هاد الجمله اش من درس كتنتمي؟ هاد الدرس الاولاني ولا الثاني؟ كاينه وي vous avez raison وي عندك الصح، وكاينه بورتون ولكن. اذا هاد الجمله هادي كتنتمي للدرس الاول. اذا خصنا نشوف الوضعيه، الوضعيه اللي غنشوفو بحال هادي اللي حطينا هنايا، يعني نفس الجمله نفس الوضع نفس هذيك اللي بالخضر غنعاودو نكتبوها، ولكن خصنا نقولو بعدا شكون هو هذا، شكون اللي قال هاد الجمله هادي. هاد الجمله شكون اللي غادي يقولها؟ استاذ او مدير هو اللي غادي يقولها. داكوغ غادي نقولو ان ديريكتور مالو اش كيدير، وغادي نقولو ان ديريكتور في اون كونسيسيون سويفي
d'une réfutation à propos de ونكتبوا هذه الجمله هذه اللي ما عرفناش نديروا ليها نكتبوا هذه الجمله هذه كلها نكتبوها داكور هذه ما تكتبوش نتوما كاع هذه كتبوا غير هذه سيت ليف اي دوفوني اغريسيف سي جورسي انا غادي ندير نحيد غير سميتو غير حيت بلا ما نعاود نكتبها وغادي ندير ان ديريكتور مثلا ولا ان بروفيسور ان ديريكتور في اون كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون ا بروبو وغادي ندير انا غنصاوب لكم الجمله ا بروبو دان اليف كي اي devenu agressif. هذا هو اصل الجمله صافي alors دابا نمشيو نشوفو لوتر فراز وحده في لا امالي هاد الدرس جاني شويه صعيب ديال لا كونسيسيون واش كتهضري على الدرس اللي درنا قبيله ولا هذا دابا اللي كنخدم عليه هذا اللي كتخدم اللي كنخدم دابا عليه راه ضروري غادي يجيكم صعيب لانه هذا فيه التعبير خفي راي فيه سميتو الراي الشخصي ديالكم داكور وجو كخوا راه واخا هكاك راه المهم حاولوا الوغ التمرين لا فراز سي لا فراز سي ها هي سي تو كونتينيو ا نيجليجي تي كور tu échoueras à l'examen الا استمريتي انك تهمل الدروس ديالك غادي تسقط في الامتحان غادي تفشل في الامتحان اذا الجمله هنايا باديه بسي اذا سي اش من درس شفناها واش شفناها في الدرس ديال لا كونسيسيون ولا ديال غيزوني دون هيبوتيز شفناها في الدرس ديال الفرضيه ديال هيبوتيز اذا غادي نشوفوا هذه الجمله هذه شكون اللي قالها وهاد وما غنديش هذه الجمله هذه غنديروا جمله اخرى ديال الوضعيه وعلاش كيهضر الوغ فنظركم شكون اللي قال هاد الجمله هادي هادي اما غيكون قالها ان بير ولا اون مير ولا ان بروفيسور داكور وغادي نقولوا مثلا غادي ندير مثلا ان بير والجمله الشهيره اللي كنت قلت لكم داك النهار حيت راه ما كايناش لا كونسيسيون انا كاين لي بوتيز وغادي ندير ان بير ايمي une hypothèse يعني تعطينا واحد الفرضيه اي مي اون هيبوتيز ا بروبو دو عاد مع عمتي هضر مع ولدو مثلا ا بروبو دو سون فيس ولا دو سا في ا بروبو دو سون فيس كي نيجليج سي سي كور مثلا داكور هادي بالنسبه لا فراز سي لا شوفي بنتي امل بسمه امل ما تقدروش ما تقدريش الامل انت اصلا سميتك بسمه امل داكور هادشي راه خلي راه باقي امتحانات الموحده ملي غنخدموا عليهم راه شحال من حاجه غتوضح لكم داكور دابا دير غير مراجعه ابقاو صبروا شويه حتى الامتحان حتى المراجعه زعما الموحدات نشوفوا لا دوزيام لا فراز دي سي تو نو ريسبكت با لي ليميت دو فيتيس جو تانفليجري اون اموند هاد الجمله هادي لاحظتوا بانها باديه بسي اذا الوضعيه غتكون بحال هكا امي اون هيبوتيز هنا الجمله فيها هيبوتيز ما فيهاش كونسيسيون وشكون اللي قال لنا الجمله هادي قالها واحد البوليسي شنو هي الا ما احترمتيش حدود السرعه غادي نعطيك بروسي اذا شكون قال لنا بوليسي وغادي نقولوا ان بوليسيي لا فراز دي وغادي نديرو ان بوليسيي ايمي اون هيبوتيز ا بروبو اي دان كوندكتور ولا ا بروبو دو مثلا كاع نتومايا ا بروبو دو ريسبي des limites de vitesse. راه خاصكم تكونوا حافظين انتبهوا راه خاصكم تكونوا حافظين غير الوضعيات تكونوا غير حافظينهم وتحاولوا تشوفوا شكون اللي قال الجمله اما هذه راه ممكن ديك الجمله الاولى اللي كاينه في لا بروميير فراز تحطوها وغتحسب لكم صحيح يعني ما كاينش المشكل غير نتوما تعرفوا بانه ملي كتلقاو سي راه الوضعيه ديالتها ملي كتلقاو دونك الوغ ها الوضعيه ديالتها
وملي كتلقاو وي مي ولا وي بورتون راه داير الاخر اللي كنا شفنا صافي. دابا نشوفوا التمرين الثاني. في الغالب من عندك حيت انا عندي الصوره كتبان عندي عادي. دوسي بالنسبه للوضعيه ماشي تيكون الرافض، لا الوضعيه كتقولي فيها شنو هاد السيد قال. انا فهاد الجمله هادي ما فيهاش الرفض. الجمله اللي كنا شفناها في الاول ديال في ان كونسيسيون سويفي دون ريفوتاسيون، هادي وضعيه كنحطوها فاش انا كنحط لك مثلا جمله فيها وي مي، هي فاش كديري هادشي. اما الرفض احنا دابا غنشوفوا التمرين الثاني وغادي يبان لك. التمرين الثاني في انكم نتوما خصكم ديروا جمله من عندكم، يعني خاصكم تعبروا من عندكم. نشوفوها ليكزارسيس 2. ليكزارسيس 2 قالوا لكم اش قالوا لكم في ليكزارسيس 2؟ قال لك اسيدي تروف دي زينونسي، هنايا دي زينونسي او اكت دو بارول، يعني جمله منطوقه بور لي سيتوياسيون دو كومونيكاسيون سيفونت. هنا هنايا حطوا عطيناكم سيتوياسيون، هنا وضعيه وانتم خاصكم تخرجوا منها جمله، انتم اللي خاصكم تقولوا الجمله. اشنا هي لا بروميير فراز؟ ان بوليسيي غيزون ا بارتير، ممكن نقول غيزون او ايمي كيف ما شفنا في هذيك اللي شفنا هنايا ايمي. ان بوليسيي غيزون ا بارتير دون هيبوتيز ا بروبو دان بوس رونفيرسي دون ان فيراج، واحد البوليسي غيعطينا فرضيه حول واحد الطوبيس مقلوب فواحد الفيراج. شنو غيقول هاد البوليسي؟ انا شنو غادي ندير؟ اول حاجه عندها علاقه بليبوتيز، غادي نقبض الجمله الاولى وغنحطها كيف ما تحطات هذا هاد الجمله هادي. من بعد ابروبو دو غنكتب هادي، غنكتبها هي الاولانيه وغنتبع ليها جمله الاستنتاج ونتبع لها الاستنتاج ديالي انا. مثلا هاديك ان بوس ا ايتي رونفيرسي، غنكتب ان بوس كيف ما مكتوبه ديك الجمله الاخرانيه، غادي نكتبها كيف ما حطوها. ان بوس اي رونفيرسي ان بوس، نزيدو حنا اي ان بوس اي رونفيرسي دون ان فيراج، نكتبها دون ان فيراج وندفع عليها الاستنتاج ديالي او لو ريزولمون. غادي نقول مثلا دونك، اذا هنا غنستنتج انايا هاد لو بيس علاش تقلب في الفيراج، هذا غيكون الاستنتاج ديالي انا. يعني هنا راه البوليس اللي كيهضر، هاد لو بوليسي هو نتوما دابا كتهضروا، هاد لو بيس مقلوب في الفيراج. اذا شنو الاستنتاج اللي غيقول هاد البوليسي؟ يا اما غيقول هاد السائق ما احترمش قوانين السرعه، هاد البيس كان تيجري، ولا هاد البيس كان عامر بالناس سور شارجي. داكوغ، حنا غادي نقولو مثلا ان بوس اي رونفيرسي دون ان فيراج، دونك إل غول ا غراند فيتيس، يعني كيسوق بسرعة مفرطة، ا غراند فيتيس. هذا السيتاج نتوما لي كتجيبوه، يعني هنايا ممكن تجيكم شوية صعيبة، ولكن حاولوا معاها ما تخليوهاش خاوية. على الأقل إلا عطاكم بحال هاد الوضعية هادي، على الاقل ديك الجمله الاخيره حطوها، على الاقل حطوها وحطوا معاها دونك. حتى الا ما كتبتوش السيتاج ديالكم على الاقل عندكم نص نقطه كتبقى عندكم، ماشي غتمشي بصفر. داكوغ، نشوفوا الجمله الثانيه. انا بعدا غير حاله فهمت فهمت والو. شوفوا ما تفقدوش الامل، ان شاء الله يكون خير. جلسة الصرح مع اللغة الفرنسية إن شاء الله إن شاء الله. هذه الجملة نشوفوا هذا دابا راه غنفوتو غير هاد التمرين هذا، غيبان لكم أبخي راه كاينين شي حوايج أخرين حسن. ما تبقوش شوفوا راه هاد التمرين الثاني راه فيه غير نقطة. أباغ فوا نقول لكم على القضية، راه والله ما نكذب عليكم، إلا باغ فوا كيعطوكم كاع غير جدول وكيقول لكم سلبي سام، وكتكون احسن لكم من هذا الشيء. انا دابا هنايا كنحاول نخدم معكم جميع ما يمكن تحت الامتحان الموحد. Un professeur fait une concession suivie d'une réfutation à propos d'un élève que tout le monde le juge bavard. Galé kassi dit, l'ostad, qui dit, qui fait une concession, yani qui قبل واحد الفكرة وكي عاود يرفضها حول ماذا؟ حول واحد تلميذ اللي كل شيء تيحكم عليه بأنه تلميذ ترطار.
الوغ هنا الاستاذ غادي يهضر، شنو غايدير الاستاذ؟ هاد الفكره اللي عندنا هنايا، هاد ان اليف كو تو لوموند لو جوج بافار، الاستاذ غادي اش غايدير؟ غادي يقبلها، غيتقبل هاد الفكره، غادي يقول لك وي تو غيزون، عندك الصح، ولكن وغادي نعطيو فكره من عندنا عاود ثاني. داكور، هاد الدرس هذا اش فيه؟ مثلا شي واحد حشمتي منه، ما كتبغيش انك تدابز معاه، تيقول لك شي حاجه ماشي هياتك، فما تقول لي لا انا ما متفقش معاك، كتقول ليه وي عندك الصح. ايه ولكن هكا غادي نديرو هنايا، واش غادي يقول الاستاذ؟ غادي يقول هذيك الفكره الاخرانيه غنعاودوها، غادي يقول داك الاستاذ، ولكن باش غنسبقوها بالقبول ديال الفكره، وغادي نقول وي ستلاف مثلا، ستلاف اي بافار، هذا التلميذ طرطار، ولكن غادي يرفض الفكره ابخي، اش غايقول لينا؟ مي باش نفضوها، هادو راه كلشي من الدرس، مي وغنعطيو فكره من عندنا، مثلا غادي يقول هو طرطار صراحه ولكن تيقرا مزيان، وغادي يقول مي il travaille bien صافي. هادي بعدا اول سميتو، شوفوا دابا انا في خاز سي، انا عرفت انا عارفه راه الاغلبيه فيكم غاديش يكون صابو، ولكن ما مت مت ما تمشوش ديك الفكره تاع السلبيه انكم ما غتعرفوا والو. داكور، ان بير ريزون ا بارتير دون هيبوتيز ا بروبو دو سون فيس كي ريفوز دالي على ليكول، واحد الاب كيعطينا فرضيه حول الابن ديالو اللي ما كيبغيش يمشي للمدرسه، حنا اش غادي نديرو؟ حنا هو داك الاب، حنا غنهضروا هاد الجمله، غنكتبوها غنكتبوها هي الاولانيه، ما نكتبوش سون، غادي نقول لهم مون فيس، على اساس انه الاب اللي كيهضر مون فيس، وغنحيدو هاد الاكي مون فيس ريفوز، واخا كتكتبها راه ماشي مشكل، مون فيس ريفوز دالي ا ليكول، غنكتبها وغندير ليكسبرسيون ديال الاستنتاج، وغنقول علاش نتوما اللي غتقولوا ليا علاش هاد التلميذ هاد الولد هذا هو دابا تيهضر، هاد الاب بغا يقول لك مثلا، غادي يقول لينا مون فيس ابني مون فيس ريفوز دالي ا ليكول، ابني كيرفض انه يمشي ليكول، وغنديرو اكسبرسيون ديال الاستنتاج، كاينه دونك وكاينه مثلا تا الوغ، وانتم في نظركم علاش التلميذ ما كيبغيش يمشي للمدرسه؟ علاش كيرفض يمشي للمدرسه؟ يا اما عنده مشكل مع شي استاذ، يا اما عنده مشكل مع تلامذه مع صحابو. مثلا مون فيس غوفيز دالي ا ليكول الوغ الى دي بروبليم، مثلا عنده مشاكل مع اصدقاء ديالو، مثلا دي بروبليم افيك سي كاماراد، سي كاماراد دو كلاس، يعني عنده مشاكل مع تلامذة القسم، هذه كتوقع لينا، تيقول مثلا شي واحد انا ولدي ما بقاش باغي يمشي ليا للمدرسه، في الغالب راه عنده شي مشكل مع شي استاذ، او في الغالب عنده شي مشكل مع شي صاحب، يعني هذه كتبقى فرضيه او ماشي فرضيه، استنتاج انا كنحطو قدامي صافي. المهم نتوما حاولوا انكم ما تركزوش هذا الدرس، حاولوا انكم ما يمرضكمش، راه في الخط راه شوف راه ممكن هادشي كاع اللي خدمنا في الاخر يحط لك سيربي ساهل، يحط لك جمله من لهنايا وجمله من لهنايا، ويحط لك العنوان ديال الدرس ديال كل وحده، ويقول لك سيربي ساهل، انت ملي غتشوف جمله فيها وي مي سي لا كونسيسيون دون لو ريزونمون، شتي جمله فيها دونك سي ريزوني ا بارتير دون هيبوتيز، يعني هكا هادشي كلشي في الاخر يقدر يهضر داكشي ساهل مالك. داكور، دابا نمشيو نشوفو الدرس ديال لو شون ليكسيكال، نشوفو الدرس ديال الشون ليكسيكال، شون ليكسيكال، هاد الشون ليكسيكال راه ساهل، هو الحق المعجمي، أنا اش كنقول مثلا؟ كنعطيك مثلا تنقول لك عطيني لو شون ليكسيكال ديال ليكول، يعني الحق المعجمي ديال ليكول، كاع كل ما ينتمي للمدرسة، غتقولي مثلا إليف كايي كلاس اكريغ ليغ ديريكتور بروفيسور طابلو كريون كارطابل، فهمتوني؟ هذا هو الشون ليكسيكال، يعني ما كاينش ما صعيبش، هذا بالعكس اسهل درس، واخا ما خدمناهش في الفيديو، راه حتى تلامذتي في القسم هذا الدرس ما خدمتوش معاهم. مثلا عندنا هذا لو شون ليكسيكال سيتوياسيون ريبون انونسي اللي تحط لنا في الدوره بامتحان هنا بحال داك الشكل، بحال داك الشكل. الوغ نمشيو دابا مع التمرين ديال لو شون ليكسيكال، قال لك شاس
l'intrus et indique le champ lexical. يعني غادي نضربوا على الداخل في هذه المجموعه اللي ما كينتميش للمجموعه وغادي نقولوا شنو هو لو شون لكسيكال، يعني شنو هو الحق المعجمي اللي كيجمع هادو كاملهم. عندنا شوفال، عندنا فاش، فام، موتان، شا، ليون، تيغر. هنا فين هو الداخل فيهم؟ هو فام، لان شوفال، فاش، موتان، شا، ليون، تيغر هما عباره عن انيمو. وغادي نكتبوا شنو هو لو شون لكسيكال اللي كيجمع هذا كلهم والحيوانات. وغادي نكتب اول حاجه الداخل اللي غنضربوا عليه هو فام، ضربوا عليه دابا داكو، هذا هو الداخل اللي ما كينتميش للمجموعه. وغادي نكتبوا هنايا الحق الدلالي او بلوتو لو شون لكسيكال هو لي زانيمو. وغادي نكتب داك الفراغ داك التنقيط غادي نكتب لي زانيمو داكو. نشوفوا دابا B. Je crois qu'on a B, C ou D. Non. Eh, femme, ouad dakhil. Voilà. Alors, d'abord, on va chauffer. Pantalon, casquette, chemise, blouse, cheveux, gilet. Dakhil ouwa. Je vais aller comme ouwa. Cheveux, ouad dakhil. D'accord. Les anna. Pantalon, casquette, chemise, blouse, yatablia, gilet, ou ma malabis. Ou radin ndir, dakhil huwa, ou plutôt dakhil huwa, cheveux, drbou aliha, ou ash'ar. Ma kitabish la d'l'mjmoua. Ou le champ lexical qui j'ma liya d'l'mjmoua, ou les vêtements, al malabis. Ou radin ndir, les vêtements. D'accord? L'autre phrase. Aïe, cheveux, basmat amel. Je vous d'abord la phrase l'okhra. C'est amandier, arganier, miroir, pommier, abricotier, amandier, chajradiet l'luz, arganier, chajrat l'argan, miroir, yel mir'at, pommier, chajrat toufah, abricotier, chajradiet l'mishmish. Idem, oui, vêtements. اما الداخل هو ميغواغ، المرآة هي داخلة، لأن هادو كاملهم أشجار، ما غاتكتبوش ليا فخوي. حيت هنا ما كيدوش على الفخوي، كيدو على الاشجار ديال الفخوي. يعني غنديرو لو شون لكسيكال هو لي زاربغ، والداخل هو ميغوار، هو اللي ما كينتميش للمجموعه وغادي نضربو عليه داكو. وغادي نديرو لو شون لكسيكال هو لي زاربغ. فوالا، نمشيو دابا نشوفو اخر وحده اللي هي كويزينيي، هو طباخ، افوكا محامي، médecin طبيب، coiffeur يعني سميتو coiffeur و coiffeur ما حلق يا ربي، كارطابل هي محفظه شكاره. اذا الداخل هو كارطابل، الداخل هو كارطابل، والحق اللي كيجمع هادو كاملهم سميتو لي ميتيي المهن. داكا الو لي ميتيي غنضربو على كارطابل، والحق المعجمي ديالهم هو لي سميتو هو لي ميتيي. نشوفو دابا التمرين الثاني. التمرين الثاني فيه ا ب سي. هنا طلبوا منكم انكم نتوما تعطيونا لو شون ليكسيكال داكو. مزيان مزيان حنان، وي مزيان. الوغ تروف سي مو، غنعطيو سته الكلمات عندهم علاقه بلو شون ليكسيكال دو، ماشي عبارات بلوتو، ماشي جمل، سته الكلمات. يعني يا اما يكونوا دي نو اسماء، ولا يكونوا دي زادجيكتيف نعوت، ولا يكونوا افعال دي فيرب. عندنا باطو، باطو كاينين بزاف الكلمات داكوغ، كاينين بزاف. انا نعطيكم مثلا باطو، نعطيكم لا ميغ، نكتبو حنا نديرو لا ميغ مثلا البحر، ولا ميغ هادي ماشي لا ميغ الام. ناجي، لو فيرب ناجي هي تيعوم يعني يسبح. مثلا غادي نديرو موس، موس هو داك الشخص اللي تيكون تيتكلف بالاشغال داخل لو باطو. كابيتان يعني رئيس ديال سميتو ديال رئيس ديال 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 الناس اللي خدامين في الباطو. عندنا مثلا لو بون يعني سطح لو باطو، لو بون ديالو السطح ديال لو باطو. الوغ لا مير، ناجي، موس، كابيتان، لو بون. عندنا كذلك لو لافوال، الشراع. لافوال هو داك الشراع، هو داك باش كي داك الشراع القديم اللي تيكون عند لي باطو باش كيضربوا البرد باش كيدير لو باطو. انتبهوا ملي كيطلبوا منكم في امتحان
واحد لو شون ليكسيكال يا ربعه يا ثلاثه في الكلمات يا جوج يا سته ما تفوتوهمش. ليك مثلا اللي كيطلبوا منه ربعه وكيحط لهم ثمانيه راه كلشي كيضربوا عليه واخا يكون كلشي صحيح. نركزوا مزيان مع هذه المساله هذه داكو. نمشيو دابا بي. قال لك لو شون ليكسيكال ديال لو تيليفون. لو شون ليكسيكال والله ما يدار التليفون. كاين مثلا ميساج رساله. كاين لو فيرب ابيلي يعني كنتصل. كاين كونتاكت يعني سميتو لي كونتاكت ديال الناس. مثلا كارت سيم. كارت سيم مثلا داكوغ. كاين عاوتاني ميساج ابيلي كونتاكت كارت سيم. كاين اسيدي عاوتاني طلع كاين ايماج. نشوف غادي تكون قريبه التليفون سميتو وي سو كونيكتي. سو كونيكتي مثلا ان فير. واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة. سونغي يعني لي سونغي. الو سونغي هادو ستة الكلمات. نمشيو دابا نشوفو سي. راه لي درتوها صحيحة غير تكون عندها علاقة بلو شون ليكسيكال ديال التليفون. نوغيتور. نوغيتور هو الاكل والطعام. هذا فيه بزاف تا هما يتقال. مثلا عندنا لو فيرب مونجي عندو علاقه بلا نوغيتور. مثلا لو بان الخبز. لي فروي لي فروي لي ليغوم تا هما يا لي فروي داكور. لي ليغوم داكور. كاين عاوتاني بواغ شاربه. المهم انا ما نفوتش انا اللي كنعرف ما نفوتش سته. واحد جوج ثلاثه ربعة خمسة. ونشوف واحد اخر نقدر مثلا ندير كذلك ديليسيو لذيذ. ندير ادجيكتيف طلع ما يدير هنايا ليموناد طوم. اللي درتوها صحيح صافي. نشوف الوغ مزيان فوالا. دابا غادي نمشيو نشوفو نشوفو الدرس ديال لا كوورديناسيون. الدرس ديال لا كوورديناسيون هذا راه ما كاينش في الاطار المرجعي ولكن راه ما تعرفوش راه ممكن راه يتحط منه. راه حيت هو كيتحط سؤال دغيا ما كتحس حتى كتلقى محطوط يعني. اللهم بلاش اللهم نراجعوا كلشي ونتهناو داكو. الوغ لا كوورديناسيون نشوف شنو فيها. قال لك اسيدي في السؤال الاول الدرس ديال لا كوورديناسيون قال لك سولين لي كونجونكسيون دو كوورديناسيون اي انديك لو رول. غنستر عليهم وغادي نقولوا لو رول تاعهم يعني خصنا نكونوا حافظين هذا اسهل ما يكون. عندنا ا بي سي دي او سي دي او داكوغ. الوغ اول حاجه نقرا الجمله. جيزيت اونتر اشتي دو بواسون او دو لا فيوند. الوغ هنايا عندنا لا كونجونكسيون او غادي نستروا عليها وغنديروا قدامها لو رول. شنو هو الدور تاعها هو الاختيار لو شوا داكوغ. يعني خصنا نكون هادو راه حافظينهم ماشي جبناهم من راسنا حافظينهم. Il a fait beaucoup d'efforts ces derniers temps, or cela n'est pas, n'est encore, cela est encore suffisant. Hnaya adna or, or je note donc dire là instruire l'opposition. D'abord, qu'est-ce qui est lié? Opposition, opposition la même qu'une chose. Opposition la chata. Je vois la kitchab ou le chat. Kitchab ou le chat. Mais qui est différent bien ou bien a? Cette opposition va dans un autre. Alors tout le monde. Opposition. Il faut que j'aille chez le médecin car je ne me sens pas bien. La conjonction il y a car. Idem là il y a adna la cause. Alors que comme on a raconté dedans. D. Je me lève suffisamment tôt mais je suis toujours en retard. Adna mais. Mais c'est l'opposition. D'accord. L'opposition mais. E. Il ne voudrait ni me parler ni me voir. Adna ni. Ok, on a dit ni l'autre qui est là. Taïa, on va dire le juge. Le معنى تاعها هي la négation. D'accord. Alors, هذا التمرين الاول. هذا راه سهل. نمشيو للتمرين الثاني اللي هو املاء الفراغ. تا هو راه سهل. A B C D E F A B C
D, E, F. D'accord ? عندي قال لك سيدي من الفراغ يعني خصني نكون فاهم الجمله. Tu aimes les chansons de rail, la musique classique. الجمله كتنتهي بسؤال. ملي كتكون تنتهي الجمله بسؤال بلا ما تفكروا فيها تنديروا او ديال لو شو. انتبهوا كاين اللي كيدير هذا الاكسون ديال خطا. ردوا البال على المساله هذه ما كاينش فيها اكسون. B, elle est riche, elle est très riche, il n'est pas heureux. هنا كاين تناقض. هو لاباس عليه ما سعيدش. اذا كاين تناقض بين الافكار. هنا غندير مي. يا اما غادي ندير مي يا اما غادي ندير اور حيت عندو لو ستابير. Ce petit garçon ne parle. عندك غير جوج الفراغات. Ne parle غنديرو ni le français ni l'arabe. علاش بالضبط ni؟ حيت كاينه ne. Ne parle. ديك ne ما كاملاش خصنا نقولو ne parle pas. مي ما كايناش لا نيغاسيون ما كاملاش حنا خصنا نكملوها بني. وغادي ندير ni le français ni l'arabe. La phrase D. Je suis en retard, j'ai raté mon train. هنايا عندنا لا كوز. Pourquoi je suis en retard? Car j'ai raté mon train. On va dire A B C. Voilà. Voilà. D, car j'ai raté mon train. N'oublie pas ton écharpe, ton bonnet. هنايا n'oublie pas. غير كيش ندير هنا ني. علاش حيت كاينه با ديال ان. داكوغ هنايا الى لاحظتوا ما يمكنش ندير هنا ما يمكنش ندير ني حيت كاينه با. داكوغ يعني هنايا غتكون اي. نوبلي با طون بوني اي طون ايشارب. داكوغ الجمله الاخيره ما سوغ اي فينو. ما سوغ اي فينو فين هي. ما سوغ اي فينو à la maison sans sac. Ou غنكتب هنا ni manteau. علاش ملي كتكون سون هاد اس ان اس كتبعها ni. وغادي ندير ni manteau. صافي. دابا غادي نشوفو التمرين ديال اكسبريمي دي سنتيمون. واخا ما خدمناش معاكم هذا كيرتكز على انك هاد لي زيكسبرسيون اللي عطيتكم دابا تفهموهم وتحفظوا. ماشي تفهموهم وتحفظوهم. غنشوفو الوغ اكسبريمي دي سنتيمون. Exprimer des sentiments. يعني كيفاش نعبروا على الاحاسيس. هذا راه ما كيتحطش في لا لونغ. هذا راه تمرين على حسب المحادثه. كيتحط كسؤال في لا كومبريونسيون. تيقول لك مثلا هاد الكاتب كيفاش كان احساسه. الام كيفاش احساسها. اللهم ما نخلقوش راسنا مشكل. لا بروميير فراز شنو فيها؟ Il a vu un accident horrible. Il restait bouche bée. السؤال اللي قال لك اشنو غنديرو؟ قال لك غنسطرو على على الجمله اللي فيها لو سونتيمون وفي نفس الوقت نقولوا اشنو السونتيمون اللي كاين في ديك الجمله. هنا قال لك شاف واحد الكسيده خايبه. il restait bouche bée. بقى حل فمو. هذيك il restait bouche bée هي اللي غنسطرو. غتسطرو على il restait bouche bée. وشنو هو تما الاحساس اللي كاين؟ احساس الصدمه او احساس المفاجاه. او غادي نقولوا لا سوربريز. اول حاجه غنسطرو على هادي il restait. وما تكرهوش تحفظوها. il restait bouche bée. هادي هي علاش غنسطرو. داكو وغنكتبو قدامها لا سوربريز المفاجاه او لو شوك. اللي كتب ليا لو شوك الصدمه صحيح 100%. داكو نشوفو دابا لا فراز بي. لا فراز بي je ressens de l'affection envers mes parents. هنا احس بالحب تجاه والدي. هنايا الجمله اللي غنسطرو عليها هي je. alors غادي ندير غنسطرو je ressens de l'affection. والافكسيون هو الحب. داكوغ انا راه قلت لكم هادو باش تحفظوهم. حطيتهم هنا باش تحفظوهم. de l'affection هو الحب. اذا الحب الفرنسي هو l'amour. وغادي ندير هنايا كاين احساس ديال l'amour. داكوغ j'étais très heureuse car j'ai perdu mon pardon. J'étais très heureuse en entendant cette nouvelle. L'احساس اللي عندي هنايا هو j'étais très heureuse. J'étais très heureuse. Alors هذا اش من احساس؟ heureuse هو احساس الفرح. غنسطر على هاد الجمله هادي. وشنو هو الفرح بالفرنسيه؟ هو la joie. D'accord? La joie. في الامتحانات انا اللي قال لكم مثلا كتبوا لكم في التكست لقيتوا هاد اوغوز وقالوا لكم شنو هو الاحساس وما عرفتوش كيفاش تجبدوها بالفرنسيه تكتبوا لا جوا.
كتبوا لهم غير هادي راه صحيح 100%. نشوفوا دابا لوتر فراز اللي هي لا فراز دي. لا فراز دي عندنا جي بوكو بلوري كار جي بيردو مون شا. انا بكيت بزاف حيت فقدت القطه ديالي. هنا اش من احساس كاين؟ البكاء هو الحزن. اذا هنا عندنا لا تريستيس، الحزن هو لا تريستيس. والجمله اللي غنسطر عليها هي جي بوكو بلوري. الوغ هادي علاش غنسطر داكوغ وغنكتب تحت منها لا تريستيس الحزن. الحزن لا تريستيس هي الحزن، غنلاصقها هادي داكوغ فوالا. وغنمشيو دابا لوطخ لي لوطخ فخاز. لا فخاز او لا فخاز او هي جو مو سوي فاشي كونتخ مون امي كار إل ما تخايي تخايي باردون. هنا يعني انا طلع ليا الدم من صاحبي لانه خاني. الوغ ليكسبرسيون لي غنسطرو ليها هي جو مو سوي فاشي، هي اللي فيها الاحساس ديالنا جو مو سوي فاشي داكوغ. وهاد الاحساس اللي كاين هنا هو احساس ديال الغضب. الغضب الفرنسية هو لا كولير. لا كولير هو الغضب داكوغ. نمشيو دابا لا فراز اف. جيتي انكييت كار مون بوتي فرير ني باز انكور رونتري ا لا ميزون. يعني انا مقلقه حيت خويا الصغير باقي ما دخلش للدار. الوغ ليكسبرسيون انا راه غلطت في هذيك الاتي درت لها تي في الاخر هي راه اس. الوغ جيتي انكييت هو الاحساس اللي غنسطرو عليه وسهله هادي. ليكسبرسيون هادي غنسطرو عليها ولو سونتيمون هنايا هو لانكييتود. وهذا وغادي نكتب هنايا لانكييتود القلق. لانكييتود لانكييتود كاع فهمتي. حتى مثلا ما لقيتش ما نكتب ما عرفتش نكتبها نحط لهم غير هادي راس غادي يحسبوها ليا صحيح. لا فراز جي Elle a demandé sa main, elle était comme un poisson dans l'eau. Il dit que l'idéal zouège, elle était comme un poisson dans l'eau. Il dit que c'est un film. 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 كوم ان بواسون دون لو. غادي نكتبها لكم نتوما و نتوما كسطرو عليها حتى لو. هادي علاش غنسطر داكوغ. والاحساس اللي فيها هو لا جوا يعني الفرحه داكوغ. هادي نمشيو دابا نشوفو لا فخاز اش. لا فخاز اش جو سوي ريستي سون فوا دوفون سكو دي ما سير. هنايا الجمله شنو مطلوب منك؟ اشنو قالت لي؟ قالت لك انا بقيت بلا صوت، ما قلت حتى كلمه قدام داكشي اللي كتقول اختي. مثلا شي واحد كيجي مثلا تيكذب هو تيقول لهم راه مثلا شفرتي شي حاجه، هو شفر شي حاجه تيقول لهم لا ماشي انا راه فلان اللي شفر وشتو بعيد حتى كيشفر. ومنتاش كيجي واحد الاحساس ديال انه كتوقف مبلوكي ما كتعرف ما تقول. تيقول بارفوا برما تيقول لك انا الهضره تحتات ليا بقيت لقيت ما نقول. اشنو هذا اش من احساس؟ هو احساس المفاجاه الصدمه من داك الشخص. الوغ ليكسبرسيون لي غاسترو ليها هي جو سوي ريستي سون فوا. هادو كما قلت لكم ما كيحتاجوش انك قاعده ولا خصكم تكونوا هاد لي ليكسبرسيون عارفينهم وتكونوا غير فاهمين الاحساس اللي فيهم. هنا سي لا سوربريز. لا سوربريز لا سوربريز. جيسبر انكم تكونوا شويه شديتو معايا نتمنى يا ربي. الوغ نمشيو دابا نشوفو اخر تمرين اللي هو ديال كونجوغ لي فيرب اونتر بارونتيز او طون اي او مود كي كونفيني. يعني هنايا نشوفو اسميتو نشوفو هنا لي طون دو ريسي. هما لي طون دو ريسي غادي نشوفو التكست. قال لك اسيدي سي اتر ان جور بلوفيو. هذاك اتر لي تما لي في لي في الجمله غنصرفوه في لامبارفي. علاش؟ حيت ما عندنا الوصف. حيت ما قالك انا نصرف يا اما في لامبارفي اما في الباسي سامبل. غادي نبداو الجمله حيت بدايه عاديه ما فيهاش المشكل. اتر هنا غنصرفوه في لامبارفي وغادي نقولو سيتي داكوغ. سيتي ان جور بلوفيو جيتر او شومان دو ليكول. هنايا اتر توا غنصرفوه في لامبارفي. علاش؟ انا حقاش الى عندك واحد ليطا يعني كنت في الطريق كنت في الطريق.
الطريق يعني هنايا واحد نقدروا نقولوا اكسيون اللي هي لونغ نقدروا نقولوا نوصفوا البلاصه او بلوتو بحال كنبين على المكان اللي انا كنت فيه وغادي نقول جيتي باش نبين لكم غادي جيتي او شومان دو ليكول كون توتاكو ملي كتسمع كون توتاكو فجاه عرف راسك راه عندك لو باسي سامبل كون توتاكو جو لو فيرب فوا غادي نقول جو في je vis un vieil homme d'environ 60 ans il a avoir un visage ridé هنايا كنوصفوا هذا الشخص وغنقبط لو فيرب avoir وغنصرفوا في الامبارفي غادي نقول il avait un visage ridé et des cheveux blancs كنوصف et porter le verbe porter avoir un souffle imparfait لانه باقي كنوصف فيه وكنوصف الملابس ديالو غادي نقول et porter à la fin a i t لانه imparfait لانه كنوصف et porter des vêtements en lambeaux il le verbe marcher lentement le verbe marcher un souffle imparfait علاش حيت تابعو lentement ببطء يعني une action اللي هي قليله une action بطيئه غادي نقول marcher l'imparfait غنستعملو في l'imparfait il marchait lentement d'accord en s'appuyant sur sa canne yani هو كي سند الكاس ديالو je le regardais انا غنستعمل هنايا l'imparfait لانه ملي بقيت كنشوف فيه ماشي شفت فيه غير المحتوى انا ندور عينيا بقيت كنشوف فيه c'est une longue action حركه طويله غادي نقول je le regardais je le regardais et je me dis غنستعمل كذلك l'imparfait لانه بحال بقيت كنهضر مع راسي يعني كنتسائل الوغ هنايا كنستعملوا l'imparfait غادي نقول je me disais يعني انا يرد البال على خاصنا نكذب شويه مع la conjugaison et je me disais pourquoi elle est dans cet état soudain هاي كاينه soudain une fois كنشوفوا soudain كنتبعوا ليها le passé simple soudain une voiture freina هنا غنستعمل le passé simple غادي نقول soudain une voiture freina d'accord freina devant lui et un jeune homme descendre غنديرو descendit le passé simple علاش اول حاجه هما حركات متتاليه وقصيره descendre اصلا ملي كنهبط من الطوموبيل ما كنهبطش بشويه عليا كنهبط بالزربه وغادي نقول descendit à la fin it descendit de voiture et lui وغندير donna يعني حيت متتت الحركات غنستعمل هنايا le passé simple علاش حيت هادو ثلاثه ديال الحركات تقاموا في واحد ميم با ربع ساعه دغيا وحده من مور وحده استعملنا فيهم لو باسي سامبل الوغ انتما كيف ما كتلاحظوا بانه الاغلبيه الاوقات كاينه كونجوغيزون يعني عندكم مشكل فيه خصكم تحاولوا تعالجوه وجيسبر انكم تكونوا شويه فهمتوا هادشي دابا المراجعه راه ساليناها الحمد لله دابا ان شاء الله غادي ندوزو غدا ان شاء الله الامتحانات الموحده وغدا بلوتو غنعطيكم امتحان موحد ما غاديش نشوفكم حتى نهار اشنو غدا الجمعه حتى نهار السبت عاد غنصحو امتحان موحد باش نخلي لكم الفرصه انكم تصاوبوا ونتمنى ان شاء الله نتلاقاو في حصه اخرى مع سميتو مع 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 امتحانات الموحد دابا اليوم ان شاء الله انا غنعطيكم امتحان موحد في الجروب ديال الواتساب وغدا ان شاء الله او نهار بلوتو نهار السبت يلا غنصحو نخلي لكم الوقت باش تصاوبوا يلا نتلاقاو في حصه اخرى مرحبا ما كاين حتى شي مشكل au revoir